قال مصدر في مديرية الطوارئ بإقليم كراسنودار اليوم أن الانفجار الذي وقع أمس على متن ناقلة الجنرال أزي أسلانوف في بحر أزوف تسبب بفجوة تبلغ ما بين 5 إلى 12 مترا، وأضاف تم رفع 6 أشخاص إلى سطح السفينة قفقاس ولا يزال 4 أشخاص من الطاقم على متن السفينة ميركوري، وأكد أن جميعهم بخير ولم يطلب أي منهم المساعدة الطبية. وكان قد اندلع حريق ووقع انفجار على متن ناقلة النفط الجنرال أزي أسلانوف التي تحمل علم روسيا، وكانت السفينة في طريقها من ميناء قفقاس إلى روستوف على الدون بدون حمولة، وعلى متنها 13 شخصا من أفراد الطاقم، تم إنقاذ 10 منهم ولا يزال مصير 3 الباقين مجهولاً.